نروح لاحد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي دكتور مهند. دكتور مهند ازاي حضرتك والف الف مبروك. اهلا وسهلا كابتن اسلام، والف الف مبروك لينا كلنا وللجماهير واعضاء النادي الاهلي والفرق كلها، وبحيي طبعا ضيوفك الكرام كابتن سامي قمصان، طبعا بحييه، اهلا بيك يا فندم، محمد شريف وكابتن كهربا، الف الف مبروك. وكنت دايما عندي يعني ثقة جماهير ومجلس إدارة النادي، والحمد لله يعني كنت قد الثقة دي، وربنا كرمهم الحمد لله بالبطولة دي والبطولة اللي قبلها، والحمد لله دي ليها رسائل ومعاني كتير يعني الحمد لله. مبروك لحضرتك يا فندم. يعني البطولة العاشرة أعتقد ليها شكل خاص ولها تأثير خاص، ولكن في النهاية هي بطولة أفريقية، ودور مجلس إدارة النادي الأهلي في الفوز بهذه البطولة أعتقد واضح جدا يا دكتور. والله طبعا هو الموضوع كابتن اسلام انا بالنسبه لي يعني بعتبره اكبر بكتير من مجرد تحقيق لقب وبطوله الجمهور كان مستنيها بقاله سنين. يعني خلينا نتكلم بشكل عام على البطولتين. يعني الموضوع جه بعد جهد وعناء سنين، ويمكن انا كان ليا الشرف ان انا ما كنت موجود برضه في مجلس الاداره اللي فات والحالي، فانا عشت الثمان سنين او السبع سنين اللي من بعد اخر بطوله 2013. شفت الشاهد على العصر كله في الفتره الاخيره، وازاي اتبنى الفريق واتكون على نار هاديه زي ما بيقولوا، ويمكن اللي حصل في السنتين اللي فاتوا ادى يعني ادى درجه كبيره من الوعي للجمهور انه بناء الفرق وبناء جيل يكمل السنين قدام تفضل الناس فاكراه مش بالساهل، يعني بياخد وقت كبير جدا، والفريق ده اتبنى على مدار 7-8 سنين. مش عايز طبعا يعني الناس كلها عارفه التاريخ مين كان موجود بقاله الفتره دي كلها، اذا كان شناوي بعدها معلول او جايه وبعديها الاجيال الجديده بعدها الشباب اللي طلع اخذ فرصه بره وتقل زي ما بيقولوا ورجليه جندت في الملعب ورجع تاني يكمل الطريق. فالموضوع يعني حكايه يعني تتحكي لسنين قدام، ويمكن طبعا الـ يعني مجهود الشباب واللي هم عملوه كمان من السنه اللي فاتت ادى رساله قويه جدا، ويمكن احنا حاولنا كمان في النسخه اللي فاتت نوصل رساله، لانه كان الجمهور طول الوقت وده طبيعي طبعا احنا بنعذر الجمهور، يعني طول الوقت لما بيلاقي الفريق نتائجه مش زي ما هم متمنين بيعملوا ايه يا كابتن اسلام؟ ايوه يبتدوا يشيروا الفيديوز القديمه، يجيبوا اللعيبه القدام الاجيال القدام اللي طبعا الجيل الحالي كان يعني يعتبر حظه وحش انه استلم بعد جيل قوي جدا، لكن هم اثبتوا ان هم رجاله وان هم قادرين يكتبوا التاريخ بحروف من نور زي ما بيقولوا باسماء جديده مختلفه عشان يفضل الاهلي هو البطل ويفضل هو البطل هو النجم، واللعيبه دي اللي قدر منهم يبقى جامد ويستحمل الضغط اللي عليه وتبقى رجليه ثابته على الارض هو اللي حفر اسمه وهو اللي كمل وهو اللي الناس هتفتكره. يمكن كمان خليني شيء بشيء يذكر، اتفضل. احنا لما عرضنا فيلم سر التاسعه ووثقناه، وكانت يمكن لاول مره تحصل ان احنا نوثق فيلم كان ليه ابعاد يعني اكبر بكتير من 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 احراز بطوله غايبه عننا بقى لها 7 سنين. ايوه الجماهير لما شافت قد ايه اللعيبه دي في الكواليس بتتعب، هم كانوا متخيلين ان الموضوع كله رفاهيه، يعني اللعيبه رايحه بطياره خاصه، اللعيبه في الفندق، مش شايفين اللي بيحصل في الكواليس. ايوه بالذات يمكن لو نفتكر مع بعض هم اكيد معانا يعني مشاهد السودان خلت الجمهور يغير وجهه نظره عن اللعيبه، قالوا لا ده احنا ما كناش نعرف ان هم يعني بيتعبوا كده ان في صعوبات ان في خطوره عليهم، دي ناس ضحت كان ممكن حد فيهم يحصل له حاجه لا قدر الله يعني. ايوه فابتدت وجهه النظر تتغير واحده واحده، وابتدت ياخدوا ثقه وابتدوا يبقوا ناضجين جدا جوه الملعب وبره الملعب. الحمد لله ده من الاسباب اللي سهلت كمان البطوله دي ان انت الحمد لله بقى مستواك باي فار بعيد عن المنافسين بمسافه تدي ايحاء للناس ان البطوله اسهل. لا هي مش اسهل، هو انا اللي اتقلت يعني برضه انا اللي فريقي اختلف تماما. مظبوط انا اللي فريقي اختلف تماما عشان لعبت رياضه، فيعني حاسس بيهم كويس جدا، عارف قد ايه انا مريت بكل اللي هم بيمروا بيه بالمواقف الابس اند داون وانك تقع وتقوم تاني، بس مين اللي يقدر يقوم تاني؟ هو ده التاريخ هيفتكره. فطبعا انا مش عايز اطول طبعا لان هم الابطال وهم اللي ليهم الحق ان هم يتكلموا وهم اللي ليهم الحق ان الناس
تبارك لهم، بس انا طبعا ما كانش ينفع اسيب فرصه زي دي من غير ما ابارك لهم. هم شرفونا ورفعوا راسنا وباذن الله باذن الله منها الاعلى، ومنتظرين منهم دايما كتير باذن الله. شكرا جزيلا دكتور مهند مجدي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي.